دكتور، يمكن احنا في بداية الحديث اعطينا بعض النقاط اللي هي اللي فرق بين مرض السكري واضطراب السكري الكاذب، لو تعطينا بينة اكثر عن هذا الموضوع. تمام، عاشت ليكم، خوش توضح. التشابه بينهم انه يصير عطش هواي وادرار هواي. الاختلاف اللي بدا يكتشف 1715 انه الادرار مال السكري المصاب بمرض السكر، عفوا، ادرار المريض المصاب بمرض السكر الكاذب مو حلو. بعدين لما بدأ العلم يتطور يكتشفون طريقة قياس السكر بالدم، لقوا أنه قياس السكر بالدم مو عالي، فهو موضوع بمي هواي يشرب يطلع عنده إدرار هواي، بس هو ما له علاقة بالسكري، ولهذا سمي بالسكر الكاذب. نعم. هل هو المرض وراثي أم حال السكر العادي اللي هو عادة ما يكون وراثي، أو هو بمؤثرات خارجية أو بسبب فد حالة نفسية معينة أو صدمة؟ تمام. Diabetes insipidus اللي هو السكر الكاذب يصير نتيجة خلل بوجود أو عمل مادة تفرزها الغدة النخامية. احنا الجزء اللي متحكم بالأشياء المو إرادية لأدنى، شو وقت أعطش، شو قد يطع عندي إدرار، جزء من الدماغ نسميه هايبوثالاموس. هايبوثالاموس ينطي إعاز للغدة النخامية. هذا الهرمون الموجود بالغدة النخامية وظيفته أنه يحتفظ بالسوائل للجسم. لهذا يسموه anti-diuretic هرمون، هرمون المضاد للإدرار. يعني أنا لما بمكان أحتاج أحافظ على السوائل الجسمي، هو الADH. عافية، بالضبط، ADH. الADH ينفرز، فبحيث الإدرار يقوم يصير مركز ما بي سوائل هواي، فأحتفظ بالسوائل مالتي. فمرات يا أما الغدة النخامية ما تفرزه، أو الغدة النخامية تفرزه بس نعم، الكلى ما تشتغل بطريقة صحيحة، فيقوم ما يقدر الشخص. يعني ممكن نتيجة مشاكل في الكلى، يعني نقول ممكن يكون السبب الأكثر شيوعاً مشاكل بالغدة النخامية، والأقل شيوعاً مشاكل بالكلى. واحد من مشاكل الكلى ممكن يكون وراثي، بس هو الأغلب والأعم وراثي. نعم. أثناء البحث أنا شفت أكو سكر الحملي الكاذب والعطاش الأولي. تمام. شنو الفرق بينهم، وهل هم لهم صلة أساساً بموضوعنا اليوم السكر الكاذب؟ سكر الحمل الكاذب هو نفس ديابيتس انسيدوس مالتنا، بس صدفة يصير أثناء الحمل، فترة الحمل، بالضبط. والفكرة بيه شنو؟ الفكرة أنه الغدة النخامية إذا تعرضت لالتهاب، إذا تعرضت الورم، إذا تعرضت الأمراض معينة، يقل إفراز هذا الهرمون، فيقوم الشخص إش قد ما يشرب مي، إش قد ما يفقده، فيصير عنده إدرار. يعني يمكن هل يوصل إلى علاقة بالمشيمة أو يعني الطفل إنه يكون صعب جدا إنه نربطها بالمشيمة؟ هي الفكرة كلها بالغدة النخامية والكلى. والعطاش الأولي، عطاش الأولي إنه الشخص أصلا يحب يشرب مي هواي، بس الفكرة وين؟ الفكرة إنه بمرض الديابيتس إنسيبيدوس ممكن يوصل الإدرار مالته إلى 20 لتر، بينما الناس الاعتياديين أقل من هينش رقم بهواي، 3 لتر إلى 7 لتر بالزايد. فالعطاش إش قد ما يريد يشرب ما راح يقدر يصير يوصل لهالدرجة. أما السكر الكاذب يقعد من النوم بس على مود يشرب مي. يعني حتى توصل مرحلة لا إراديا، يعني الدماغ ده يقول إذا ما تشرب مي حتموت، فيقعد من النوم مرتين أو ثلاثة ده يشرب مي. طيب السكر الكاذب هل هو مرض مزمن، يعني ممكن يرافق الإنسان طول حياته؟ وشون طريقة علاجه؟ هل طريقة طرق علاجه تشابه المرض السكري؟ تمام. كسبب وكنتيجة يختلف 100% عن السكري. السكري نوع ثاني نقدر نعالجه بطريقة أكل. الأول إنسولين. السكر الكاذب نقدر نعالجه إنه مجرد نخليه يحافظ على كمية السوائل بجسمه. سنة 1928 أحد علماء حصل على جائزة نوبل لأنه اكتشف شلون يكون هرمون يشبه الأنتي دايرتيك هرمون، فقمنا نقدر ننطي. وراها بفترة أعتقد حتى وصلت للخمسينات يلا اكتشفوا إنه الكلى ممكن ما تشتغل، فقام ممكن ننطي أدوية معينة تخلي الكلى تسحب السائل إلها. نعم. فهو مرض إذا كان الضرر دائمي هو مزمن على الأغلب، وعلاجه تحفظي. إذا كان الشخص واعي ويقدر يعوض المي ما تصير مشكلة. مشكلتنا الكبيرة لما يصير عنده سبب يخلي وعيه يتشوش، فهنا ممكن يموت بسبب اختلال المحاليل والماء.